عرفنا كيف عمليه التصميم من خلال الدي اي دي، سواء باختيار القيم العشوائيه كانت، نشوف كانت انه ضبط عندنا النظام او ننقص من هذه القيمه او نزود من هذه القيمه. بعد ذلك دخلنا الى الفور لوب، عرفنا كيف نعوض اكثر من قيم ونشوف القيم المناسبه. بعد ذلك عملنا اخذنا الديستربنس وكيف نعمل معالجه للديستربنس باستخدام الدي اي دي. واخيرا اخذنا البي اي دي كوم، عرفنا كيف نعمل اوتوماتيك تونينج للسيستم. بيجيب لنا الانيشال فاليو بحيث انه بيجيب لنا القيم الابتدائيه اللي نبدا فيها تصميم البي اي. طيب اليوم يا شباب معنا الروت لوكس. الروت لوكس طريقه يعني يعتبر كنترولر ميثود ديزاين اخر غير البي اي. طبعا الروت لوكس يعتبر اقوى انواع الكنترولرز تصميما لانه بتحكم بالسيستم بشكل كبير. بنشوف اليوم كيف نتحكم بالسيستم باستخدام الروت لوكس. يا مهندس سؤال يطب ايش وضعك وينتر شتاء هذا لانه السنة الاولى نقدم بالشتاء. طيب لان ذلك يا شباب بنحاول ان احنا نرسم الروت لوكس. بنحاول ان احنا عندما بنصمم الروت لوكس كيف تختار قيمة الكي. لاحظوا بالبي اي دي كنا بنختار كي بي كي اي كي دي صح؟ ايوه انا قيمة واحدة بس روت لوكس تختار قيمة واحدة تحقق لك جميع الشروط. روت لوكس اتش كي 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 فوق ما هو طيب لاحظوا يا شباب من خلال هذا السيستم لاحظوا يا شباب لاحظوا يا شباب معي هذا السيستم عبارة عن S زائد 7 على S S في S زائد 5 S في S زائد 15 في S زائد 20 في S زائد 20. خلوني يا شباب عشان تبدا عملية التصميم باستخدام الروت لوكس يلزمك انك تبدا يقول لك تبدا تحدد شوف كم معك زيروز وكم معك بولز كم قيمتهم. الزيروز لديهم بالبسط في البسط بصارة البسط سالب 7 عندي 3 بولز عندي كم؟ سالب 5 4 سالب 5 سالب 5 وايش اللي الزد اللي طالع جنبك طالع الزد اي شيء زيروز والبي البولز كيف الزيروز الزيروز هي اصفار البسط البسط هاي بس سالب 7 تمام والبولز هي اصفار المقام الصفر والسالب 5 والسالب 15 عكس الاشاره. طيب الروت لوكس يتحكم بالسيستم بشكل كبير لانك بتقدر تعمل بالروت لوكس زيرو بول كانسليشن بتعمل اشياء كثيره داخل الروت لوكس. احيانا احنا عارفين انه في حاله انا عندي سيستم موجود او عندي بولز او زيرو موجوده في الرايت هاند سايد ايش يعتبر السيستم انستيبل صح. طيب خلينا نبدا نرسم هذا الروت لوكس اليمين انستيبل اليسار ستيبل نبدا نحدد اين عندي البولز انا كلهم باليسار عند صفر لذلك الان بنحدد كل بولز باكس وكل زيرو بايش دائره الان عندي دكين اكس صفر عند صفر عند سالب 5 عند سالب 7 عندي انا زيرو ايش سالب ها هي تمام عند سالب 15 سالب 20 سالب 20 كلهن يعني بالاكس ما نرسم في الواي كلهن في الاكس ممتاز اركز على هنا اذا كانت 4 و 4 و 4 جاي اذا كان معك بالكومبلكس اماجن عند عملها هنا واي ايوه طيب الان حددنا السيستم بهذا الشكل رسمناه الان بنرسم عندنا كيف اللوكس الموجوده في هذا السيستم لاحظوا هذا الشيء كل اكس او كل بول بيتحد مع ايش؟ مع زيرو من هذا الاتجاه مش من هذا الاتجاه قد يكون من هذا الاتجاه قد يكون من هذا الاتجاه مسار بولز ولا زيرو؟ في هذا الكهرباء ولا شو؟ ماشي مسار صلاح كلام طيب الان الاكس او البول الاخرى بتنطلق الى ما لا نهايه ليش مش للصفر؟ بحثا عن زيرو خلاص هنا معاك معوقات ها هنا
ما بيقدرش يتجه بهذا الاتجاه، لذلك بيتجه بهذا الاتجاه. ليش؟ وهذا بيتجه بهذا الاتجاه. هذه ضمن القواعد اللي رسم لك كتبها لكم الدكتور. ايوه. بعدين السبب. بعدين حصل عندي اسامي بتوت معين، حصل عندها ايش؟ انكسار هذا الشكل. لان هل البول بتتسق مع البول؟ لا. فحدث عندي عمليه التنافر. طيب. انا الان استخدام الماتلاب مش معني برسم الروت لوكس. الماتلاب مباشره بيرسم لك الروت لوكس لكل سيستم. انت معني تختار فين منطقة الحل اللي تمثل لي الريكويرمنت اللي انا طالبها من السيستم. الحين معك حل هنا، معك حل هنا، هنا هنا. جميع هذه انت تقدر توجد منها حلول معها بالفورمنس معين، لكن انت طريقة الحل الصحيحة. طيب اللي تحقق لي ايش الريكويرمنت اللي هو طالبها من السيستم. هنا بيقول لك هذا السيستم هو طالب شيء اوفر شوت اقل من 5%. واشترايزنج تايم اقل من 1 سكند. طيب هل الروت لوكس بيعرف الاوفر شوت؟ بيعرف الرايزنج تايم؟ ما هي البارامترز اللي يتعامل معها؟ طيب البارامترز اللي يتعامل معها الروت لوكس يتعامل مع الزيتا والاوميجان. عرفتوها؟ الدام ميجريشن والاوميجان. سكت حق الروم الجديد سد. كيف بصورت اللي عشان شو ترجع؟ يا حسن وسخت الكرسي. سأعمل رجلك. ما شاء الله. جزء يا حبيبي. جزء. سأعمل جزء رجلك القاعدة. 45. ولا 48. 76. يقول لك لازم يكون الاوفر شوت اقل من 5% والسكن والرايزنج تايم اقل من 1 سكن. طيب الآن حددنا. اكتب أول شيء الترانسفر فانكشن اللي عندي. بالنسبة للس. ده العدو الترانسفر فانكشن. سوي إيش؟ الترانسفر كان الأقل. الزائد 7. لا بعس زين. أنا. اس تاخذ مضروبه في الزائد 5 الزائد 5 مضروبه في الزائد 15 سما الزائد 20 مضروب بكم الزائد 20. طيب كتبنا الترانسفير فانكشن يا شباب هذا الشكل. ايوه اول شيء نشوف كيف الريسبونس بحاله الاوب لوب. نكتب ستيب ليش للسيستم تي اف. الو ارلوكس بتجيب لي هذا الامر الترانسفير فانكشن اللي عندك. طيب عملنا فتحنا هذا السيستم نفسه اللي اسمعها كذا. لاحظوا انا لو تلاحظ الان ايش المقصد اللي لما نرسم كذا؟ انا بدي اشوف الحل الصحيح او لاحظ اذا عملت هناك لك رايت ايش كاتب لك؟ البول والجين والبول والدامبينج هو عباره عن الزيتا والاوفر والاوفر شو؟ كمان في الكونسي دي عباره عن الاوميجا يعني. طيب كل ما نزلت كل ما تغيرت هذه القيم صح؟ ايوه. في كل منطقه معك طريقه حل. طيب انت اختار المناسب لك من ناحيه ايش كيف. طيب انا اشوف المناسب لحق السيستم على حسب الريكويرمنت اللي فيها واختار المنطقه. اذا اخترت المنطقه اللي فيها الحل بتختار انت ايش
الجيم قيمة الجيم اللي هي قيمة الكيل فقط. الكيل. الكيل هي الجيم. أيوه. أرجع لهنا. طيب ما هي الآلية اللي اختار في منطقة الحل اللي عندي؟ لاحظوا هذا الشكل. معك هذه ثلاث المعادلات. هذه الثلاث المعادلات يا شباب هي اللي بتعمل لنا عملية المابنج. أنت عندك requirements تكتبها بالأوفرشوت والرايزنج تايم أو السيتلينج تايم أو ما إلى ذلك. فكيف أنا بحولها إلى البارامترز اللي بيعرفها الروت لوبس اللي هي عبارة عن الأوميجا إن اللي هي الناتشرال فريكونسي أو التردد الطبيعي، عبارة عن الزيتا اللي هي عبارة عن الدامبنج ريشيو. فلذلك لاحظوا هنا إذا شيء أوجد مثلا الزيتا، أنا بوجد الزيتا تساوي سالب لين الماكسيمم بيك. كم قيمة الماكسيمم بيك؟ الماكسيمم هنا بعوض عنه بقيمة الأوفرشوت. الأوفرشوت كم؟ 5%. إذا قيمته هنا 0.05 على جذر الجذر باي باي تربيع زائدا لين سكوير. لين سكوير لماكسيمم. طيب لو جبت كم قيمة الزيتا؟ واحد يوجدها من حسام. حسام كم؟ خلص كمل كمل ومن اللي رحمه بعد اللي حدث في الوقت الدرج انا ارحم ابن عمي الأمزة طلع صبر 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 ايه لين تبيع فسمع ندخل اللين كامل داخل قوس وربع على قوس جمال جميل ايش بيطلع يعني يطلع اكتر وين 47 حتى تسوي الزاوية العمل هذه سوي تعالي 0.69 إذن قيمة الزيتا تساوي 0.69 يعني الزيتا تساوي كم؟ 0.7 طيب بالنسبة للأوميجا إن يا شباب الأوميجا إن تساوي 1.8 قسمة التيار الرايزنج تايم كم قيمة عندنا هنا؟ واحد سكن يعني واحد قيمة الأوميجا إن لازم تكون أكبر من 1.8 1.8 قسمة 1.8 طيب ليش أكبر؟ ليش أكبر؟ لاحظ أنا هنا الرايزنج تايم كم شدي؟ أقل إذا لازم إذا كان أقل الرايزنج تايم بيكبر العدد كم بيكبر؟ طيب إني قسمة إنفرس على قطر دية طيب باقي شيء يا شباب على قطر دية باقي شيء ولا شيء خلاص خليك على ما أنت الآن هنا ألو بشوت ما معنى الزيتا ما معنى الأوميجا لاحظوا يا شباب بالنسبة للزيتا فيحدد لي كم الأوفرشوت إذا الزيتا مثلا بواحد فالأوفرشوت ما تكونش ما تكون كريتيكال فما فيش أي أوفرشوت قلم قلم وإذا الزيتا مثلا بأقل من واحد فأنا إيش بيظهر عندي؟ بيظهر عندي الأوفرشوت في هذا الشكل فهمتم؟ فأنا إيش أطمح إنها تكون هل معي أوفرشوت أو لا؟ لا لا إذا أنا أطمح إنها تكون أكبر من 0.7 صح لان عندما تكون قريبه الواحد تكون الاوفرشوت ما فهمت الصدق اخر نقطه الحين اذا هي فوق الواحد ما بش احنا طلعنا ان هي 0.7 طلعنا ان هي 0.7 لازم تكون اكبر من 0.7 علشان تحقق الاوفرشوت هذا ان تكون اقل من 5% هي انسب حاجه تكون ما بين الواحد تزداد عن الواحد ببوينت او تقل ببوينت واحد خلاص طيب يعني 0.7 ضروري يطلع او اكبر من 0.7 طيب باقي شيء يا شباب ما معنى الزيتا وكيف نحقق الزيتا داخل الجراف اللي عندي الآن؟ الخطوط عن طريق الزاوية والزقوم. عن طريق الخطوط. طيب أول شيء الزيتا بتحدد هي عبارة عن كوساين للزاوية. الزيتا هي عبارة عن كوساين للزاوية. بمعنى أن الزاوية تساوي كوساين إنفرس للزيتا. طيب أنا عندي 0.7 كم الكوساين إنفرس لها؟ 0.7
الزاوية بتساوي 45. ممتاز. إذن بنعمل من هنا خط بهذا الشكل. هنا بناخذ زاوية كم؟ 45. ليش اللي عند هذه النقطة مش عند النقطة؟ 45. هنا باتجاه اليسار. برضو هنا بتاخذ 45. بتنزل زاوية 45. ليش اللي عند النقطة بدي؟ مقل بالاتجاه اليسار. طالع ونازل باليسار. لا بس ايش من النقطة هذه؟ واللي هو من الصفر يبدأ. من الصفر الصفر هنا. هاي يعني مش من النقطة. طيب. هذا يا شباب ايش معنى هذا القوس؟ اللي رسمناه. لا هو بيقول لك الآن تحدد فين منطقة الحل اللي عندك. بيقول لك أنت شيء 0.7 رسمتها على 0.7. أنت شيء أكبر من 0.7 ولا أقل؟ أقل أكثر. أكثر. طيب كم الزيتة هنا بتكون؟ كم قيمتها هنا؟ من يقول لي؟ الزيتة. أقل. كم قيمتها؟ واحد. قيمتها واحد. ليش واحد؟ لأن كوساين واحد. صح. إذا قيمة الزيتة هنا بواحد. إذا أكبر من 0.7. إذا ما داخل القوس أكبر من 0.7. ما خارج القوس أقل. هو عمل لك القوس علشان تشوف إنه ما داخل القوس هذا منطقة الحل تقدر تحددها. طيب. باقي رسمة ثانية. الأوميجاني صح كيف نرسمها؟ الأوميجاني بنرسمها على سيمي سيركل أو نصف دائرة. لاحظ ترسمها بهذا الشكل. وهي بقطع ناقص. أيوه. بترسمها هنا. ما داخل الدائرة يقول لك أكبر أقل من 1.8. ما خارج الدائرة أكبر من 1.8. أنت فين تشي أكبر واحد. تشي أكبر من 1.8. يعني خارج الدائرة. يعني خارج الدائرة. منطقة الحل. طيب. أنت لما تشوف إذا تشي تحقق الشرطين يعني هنا عقلان إذا تشي تحقق الشرطين إيش أين منطقة الحل اللي داخل ما داخل القوس ما خارج الدائرة منطقة التقاطع صح خلونا هنا نشوفه بالمثل لاحظونا كوساين أندرس كم؟ أول شيء أنت تحدد كم قيمة الزيتة. حصل على الشغل سواء على شبكة سواء المهندس عندي في مواصل سارة باقي أعمل له تكامل تصلح التوزيع ارسم له الروت لوكس عرفنا كم قيمة الزيتة 0.7 قيمة الأوميجان تساوي 1.8 في دالة داخل الماتلاب تسمى اسكريب وفي المال دالة اشتكب لك ترسم لك الزيتة والأوميجان في رسمة الروتلوكس اسمها اس جريد وافتح قوس واكتب زيتة هنا أوميجان عمل ران سكشن لاحظوا شباب خلينا نكبرها أكبر تلاحظوا ايش رسم لنا هذا القوس هذا الرسمة هذا الرسمة رسمنا الزاوية 45 رسمت الزاوية 45 طبعا هذه الزاوية منطلقة الى ما لا نهاية القوس لكن حصلها داخل نصف الدائرة لاحظوا الان كيف اعرف منطقة الحل يقول لي عشان تحل لازم تكون داخل القوس وانا عارف هل هنا انا اعتبر داخل القوس ايه وهنا لا نلاحظ كم مقدار الدامبينج 0.4 يعني قد خرجنا عن القوس اذا نزلنا 0.5 اذا القوس بقطع هنا من 0.7 صح من 0.5 اذا نزلنا زياده احنا داخل القوس طبيعي اذا خرجنا احنا انقص طيب بالنسبه للاوميجا ان هي عباره عن الفريكونسي طيب لاحظ الفريكونسي كم قيمتها انا خارج الدائره اذا اكيد الفريكونسي بتكون ايش أكبر من 1.8 كم هي هنا؟ واحد هنا 3 بوينت 3 بوينت
اذا انا اكبر من 1.8 متى بتكون واحد اقل من 1.8؟ لا خلنا واحد. طيب نشوف ندخل داخل الدائره اشوف اصلا 0.9. طيب اذا خلونا نختار منطقه حل. كم قيمه الجين هنا؟ 491. 490 عادي لو نزلت عادي. هنا اللي نختار عادي 400 مثلا اعمل 405. انت شايف ان الدامبينج 0.88 اكبر من 0.7 والفريكونسي 3.27. طيب 405 ولا 478 ما دام حققت انت شرط. طيب برجع الى هنا بكتب الكي يساوي ايش؟ 405 478 صح؟ then system close يساوي feedback ايش؟ system هي مضروبة والفيدباك بكم؟ بواحد. ايش بقى نرسم الان؟ step لهذا السيستم سيستم كلوز اللي عملت له الان الفيدباك اللي هو حكم نفس بعض عجبك. طيب نشوف هل حقق الشروط او لا. كم الرئيس كان؟ 67 اقل من واحد اقل من واحد الو برشلوت اقل من 5% واحد بس واحد مون يعني دائما يدفع لك اقل اذا اخترت حقق على مفاجئ. انتم طبعا بتعملوا مع الدكتور كذا بس مش انتم لاحقين افعال هو يحدد ستار بين الزوايا وبعد انتقال صوب الجحيم. شفت انت لما بتعملوا مع الدكتور لما بيقول لك تشوز ذا ابروبريت فاليو اوف كي هو خط دائما صفر واحد اثنين اقول لك اكتبها لو والله اذا كان ان ناقص ام بالنسبه لان ناقص ام افعال ان ناقص ام وبعدين اخذ المعادله السيستم اللي تتحكم فيه واعمله بهذه الطريقه وبيحتل معك سريع شيء غير طيب بس انا الان الحين معنا يا شباب الحين متى بعد نختبر ثم تختبركم مع الدكتور حق الانسان حلو اللغات هذا الاعداد الثاني يا ترى للماده ماشي عندهم تعمل ميكس ما بين حتى الدكتور والماده لا يكون تحديث الميكرو خلينا خلوا في الربع والجمعه فعلك يا غير اعدادات الخميس وخمس معطلين يعني اربع ايام تذاكر براحتك.